أما إن كان هؤلاء شككوا في أهل العلم وحذروا منهم وأخذوا بقول من يشككهم ويحذر منهم، فلا شك أن هذا من الاستسلام لدعاة الباطل، لأن دعاة الباطل كما في حديث حذيفة الصحيح عندما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر محافة أن أدركني، فسألك قال: كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: الناس يستنون بغير سنتي. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. ثم في الأخير قال لما سمع الشر الأخير قال: نعم، أناس دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. الواجب على الشباب أن يسألوا أهل العلم وأن يحسنوا الظن، وليس أهل العلم معصومين عن أي خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأون، لكن أهل العلم أقل خطأ من غيرهم.